على خير الله يجزيك الخير شيخ. أبو العز. هل أهل الزوجة رحم الزوج؟ يعني أمها خواتها مثلا؟ في قول كل أقارب الأب هم الرحم، وهذا الذي ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. لكن بلا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات، قد يكون فيهم نساء، فحينئذ مواصلتهم يجب أن يراعى فيها الحدود الشرعية، ألا يكون هناك خلوة، لا يكون هناك كشف عن عورة وما شابه ذلك. وتوسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها، لأن هناك حديثا في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد، لكن هذه المواصلة تكون في حدود الشريعة. مثلا إذا كان هناك صديق للأب المتوفى هو بده يروح يزوره في بيته، لكن عنده بنات مثلا، عنده زوجة، قد تظهر الزوجة بلباس شرعي ما في مانع، لكن ما بيجوز الخلوة، ما بيجوز الحديث اللي منه شرعي وغربي ونحو ذلك، ما يقع في كثير من المجالس والمختلطة. على كل حال يعني المسألة ككل مسألة لا تؤخذ بإطلاقها إنما بقيودها وشروطها. والسلام عليكم ورحمة الله. قصدنا العكس. قصدت العكس إيش؟ يعني الزوجة أمها أختها في رحم لزوجها؟ لا، هذول يكونوا أجانب. البرانيين أجانب. أمها كمان؟ أم مين بتكون حماية هي؟ لا، حماية محرم، الحماية محرم. الله يجزيك الخير يا شيخ. في موضوع